لأي سيدة كتعاني من الكلف البقع الداكنة تسبغات في البشرة ديالها، اليوم غنحضر معاكم ماسك على شكل كريم ما شاء الله من أروع ما يكون، بمكون طبيعي وموجود في كل بيت، وصفة اقتصادية في متناول الجميع. صراحة اللي غيجرب هذه الوصفة دي ما يبقاش يستغنى عليها نهائيا، إن شاء الله بإذن الله غتشكروني وغترحموني عليها. فقط تبعوا معي الفيديو للأخير باش تستافدوا إن شاء الله، وما تبخلوش على أختكم من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. حبيبتي كويداتي الفنات ديالي، كيف دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا في أفضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالنا ديال اليوم. بالنسبه للناس اللي اول مره غتشوفني ولا غتشوف قناتي، ما تنساوش تابوناو عبر الضغط على زر سبسكرايب او الاشتراك اللي كاين هنا بالاحمر، فعلوا زر الجرس حتى كيولي عنده جوج شطات في الجناب باش ان شاء الله دائما توصلوا بالجديد وتوصلوا بنوتيفيكاسيون الا حطيت فيديو جديد. وكيف ما العاده لايكات لايكات ديالكم في الفيديو، بغينا هذا الفيديو يوصل اكبر عدد من اللايكات، غنشارك معكم كريم وماسك في نفس الوقت ما شاء الله من اروع ما يكون. قبل ما ندوزوا لمكونات الوصفه مع طريقه التحضير، بزاف منكم نساء ربات البيوت وحتى الناس اللي خدامين وكيبغيو هكا مدخول اضافي ودائما كيكون شي مشاركي معنا، يعني شي ناس اللي يكونوا هكا ثقه نخدموا معاهم ويكونوا قد المسؤوليه وقد الثقه ديالك. الحمد لله ما كنشاركش معكم بزاف الناس الا لا كانت شي وحده اللي هي ثقه، والحمد لله هاد السيده هذه من الناس اللي خدمت معاهم شحال هذه وشاركتها معكم، قلت لكم دخلوا تقيدوا معاها، تشد بيديكم من الاول حتى الاخر حتى كتوصلوا ان شاء الله للمدخول اللي هو كبير بزاف. سفريات شيكات ما شاء الله مع اوريفلام، هاد السيده هذه هي اللي غتكلف بكم غتشرح لكم كلشي في هاد النمره هذه ديال الواتساب. تواصلوا معاها قولوا جينا عندك من طرف شيماء ميلا، شرحي لنا كلشي، غتشرح لكم كلشي بالديتاي الممل. واهم حاجه، اهم حاجه اللي غادا تفرحكم بزاف، ان التسجيل بالمجان. هذا العرض هذا راه محدود جدا، الناس اللي بغاو يتقيدوا في اوريفلام او الناس اللي بغاو يوليو يتقداو منتوجات ديال اوريفلام بناقص 30% من الثمن ديال الكتالوج، يعني كتقداو بالثمن ديال الشركه، سجلوا معاها راها فابور. التسجيل بالمجان البنات القديمه خصكم تزقلوها، ما غتخسروا حتى شي حاجه نهائيا، غتواصلوا معها فهاد النمره في الواتساب هي غتشرح لكم كلشي. والتسجيل فابور اختي، ما قلنا لك حتى راس المال، ما قلنا لك اختي التسجيل بشي ثمن خيالي غير اللي ما بغيتيش وصافي. فرصه جات بين يديكم، استغلوا الفرصه، غتخدمي غير من دارك بالتليفون ديالك وبالانترنت. اكيد كل واحد دابا فينا عنده الانترنت وعنده التليفون، غتخدمي فقط بهادو وان شاء الله غتبداي تدخلي مدخول شهري جدا مهم باذن الله. فكره مغلوطه 100%، فكره ديال انكم كتبقاو تضرب الكتالوج، واقيلا كيقول لكم كنضرب الكتالوج في الدروبه ولا في الزناقي، هذاك الشيء راه ما كاينش نهائيا وما بقاش. هادشي فقط في الدار ديالك، غتخدميه في البيت ديالك حدا وليداتك حدا كلشي، وانت مقابله دارك مطيبه غداتك اختي وكلشي ان شاء الله. الناس ديال المغرب كامل من طنجه حتى للكويره تواصلوا معاها، دايرين كذلك عروض رائعه جدا. هانتوما كنخليكم العروض ما شاء الله، دير لكم دي باك زوينين، دي برودوي باثمنه خياليه كيف ما كنقولوا، الرخو والرباخه في الكتالوج ديال هذا الشهر هذا. عارفي المنتوجات ديال اوريفلام تبارك الله ما شاء الله منتوجات رائعين جدا بشهاده كلشي، تقدي المنتوجات لراسك بثمن ناقص الثمن ديال الشركه. ندوزو نيشان المكونات الوصفه مع طريقه التحضير، تبعوا معايا الفيديو للاخير. على بركه الله حبيباتي غنبداو في مكونات الوصفه وطريقه التحضير ديالها. اول مكون عندنا اللي هو المكون الرئيسي اللي هو الثوم، غني جدا بماده الاليسين اللي هي مهمة جدا لصحة البشرة، وكذلك كولاجين خام. الثوم عبارة عن كولاجين خام ما شاء الله بالنسبة للبشرة. شي وصفة قبل ما كنشاركها معكم فيديو كنطبق على بشرتي انا الاولى، واش فيها شي مشكل، واش دار فيها حساسية ولا شي حاجة، واخا اختي البشرة ديالي خرجت عليها بكثرة الوصفات كنبقى نجرب انا في راسي قبل ما نعطيكم الحاجة، ولكن ميمكنش نشارك معكم شي حاجة الا لا كنت مجرباها. هاد الوصفة ممتازة جدا، وندخلو قروا على الفوائد ديال الثوم وغتعرفوا ما شاء الله شحال كيقضي على التسبغات والكلف وشحال من حاجة. فيديو كيف ما العادة، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، تنتم صليو على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. اول حاجه غادي نحيد هاد الثوم، غنجيب كاسرونه بحكا وغادي ناخذ هنا 3 فصوص من الثوم، الثوم الاحمر البنات. غادي ناخذ هاد 3 فصوص من الثوم، غادي نحيد لهم القشور ديالهم، ضروري ما تحيدوا لهم القشور. فوالا عشو البنات، ملي جربت الوصفه وطبقت على وجهي في الاول قلت غتكون عاديه، صراحه عرفت من حيت الوصفه على الوجه ديالي وشفت النتيجه تصدمت. اول حاجه كتحسوا بواحد الترطيب خرافي خرافي، كنقول لكم في البشره ديالكم الترطيب رائع جدا، زائد لمعان واشراقه، والبشره كتحسوا بها مشدوده. انا كنقول لكم الحوايج اللي انا شويه مضروبه ماشي مشكله نحيدها من هنا، يعني من اول استعمال كتحسوا بالفرق في البشره ديالكم. في انا هنا درت 3 فصوص من الثوم كيف ما شفتوا معايا، حيت اليوم القشور
ودابا غادي نضيف هنايا كاس كبير ديال الماء. ودابا غادي نوضع هاد الكاسرون ديالي فوق نار مهيله، نخلي هاد الماء حتى كيطلق فيه مزيان هاد الثوم، ونرجع نكمل معكم باقي المكونات. فوالا حبيباتي، من بعد ما خليت داك الثوم كيتبخ مزيان مزيان في هاد الماء هذا، صافي دابا غنحيد هاد القطع من الثوم انهم طلقوا جميع الفوائد ديالهم، وصافي راه طابت الثومه مزيان مزيان. ورا اولا المايزينا اللي ما شاء الله كتعطينا تبييض وتفتيح من اول استعمال، راكم عارفين هذه القضيه، وما شاء الله كتعطي كذلك ترطيب زوين بزاف للبشره. مايزينا ونشا الذره ما تستغناوش على هذه الوصفه نهائيا، وهي اللي غتعطيكم كذلك قوام كريمي. يعني هذه الوصفه هذه عباره عن ماسك وكريم في نفس الوقت، يعني كيكون قوام كريمي. غادي ناخذ نشا الذره اول حاجه، حيت هنا المسخون الا درنا نشا الذره نيشان هنايا في المسخون راه غادي تكور معكم وغتعجن معكم، ضروري ديروها فشي طبيعي بحال هكا بشي اناء بوحدها بوحدها بحال هكا حتى نذوبوها، عاد نضيفوها لذاك الماء الساخن. غنديرها معلقه كبيره من نشا الذره، نضيف شويه من الماء وغادي نخلط مزيان مزيان، صافي حتى غدوب معايا هاد النشا في الماء، عاد باش غنضيفها هنايا. كيف ما قلت بهاد المرحله ضروري باش ما تكورش معاكم، واكيد حبيباتي فضلا وليس امرا ما تبخلوش على اختكم من اللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم. الفيديو وصل اكبر عدد من الناس باش كلشي يستافد وتعم الافاده للجميع ان شاء الله. صافي غادي نضيف دابا هادشي هنايا سخونه هانتوما، اولا حليب مجفف لي غني عن التعريف كذلك بحاله بحال مايزينا في التبييض وتفتيح البشره، وكيعطي واحد الترطيب رائع جدا. جات واحد المعلقه ما عامراش، صافي بحال هكا اي شويه على حسب المقدار اللي غديروا نتوما على نار مهيله مع التحريك المستمر باش ما تحرقش معاكم، عندكم تنساوها فوق البوطه وانتم كتحركوا او ميم طون. غترجع معايا قوام كريمي ورجع لنا هكا ديال الزاج، وغادي نوضع فيها اختي هاد الوصفه ديالي. صافي بحال هكا، وهنا عندي جل الوي فيغا اولا جل صبار، هذا كيبقى اختياري، بغيتو ديروه كيف ما ممكن مع انكم ما ديروش تستغناو عليه. من الاحسن تاخذوا النبته ديال الصبار الا كانت متوفره عندكم، وتاخذوا داك الهلام اولا داك الجل اللي وسط منها تاخذوه وتستعملوه كيكون طبيعي اكثر. استعملي جاب واحد المعلقه صغيره عامره بحال هكا، وغادي نخلط مزيان مزيان باش يذوب لي ما حدو سخون. هاد الوصفه دي ساخنه ديروها محده سخونه باش دغيا تذوب معكم ديك جيل الالوي فيغ. وغادي نضيف كذلك زيت اللوز الحلو، كيبقى اختياري، ممكن ديروه كيف ما ممكن انكم ما ديروش كيف ما قلت لكم، هادشي كامل مرحله اختياريه، ولكن انا من الاحسن انكم تستعملوا الزيوت، غيعطيكم ترطيب زوين للبشره. يستعملوا الناس اللي عندهم بشره جافه اللي عندهم بشره دهنيه يستغناو على الزيوت. زيت ديال البومبلوموس اللي هو غني جدا بالفيتامين سي، غلطها مزيان 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 باش كلشي يندمج ليا مع بعض. من الاحسن البنات تستعملوها في البواطه ديال الزاج، انا كنقول لكم. وهاد الوصفه بالمناسبه تستعملها تقريبا من 15 عام الفوق، ما فيها حتى شي مشكل نهائيا، بالعكس كيف ما كنقولوا منفعتك مستحيل انها تضرك. طريقه الاستعمال ديال هاد الماسك هذا اول حاجه غنصحكم بها البنات، اول حاجه انكم تطبقوا هاد الماسك شويه منه بحال هكا، ديروه في البلاصه اللي تحت الودنين ديالكم، فهذيك المنطقه اللي ما بين الوجه والودنين ديالكم، هذيك المنطقه كتكون حساسه بزاف. الا حمرت معاكم هذيك الوصفه وحسيتوا بتهيج اولا بحكه اولا باي حاجه تحيد الوصفه وما غاديش ديروها، علاش؟ غتكون عندكم حساسيه من الثوم، راكم عارفين بعض الناس كتكون عندهم حساسيه من اي حاجه، الله يجعلهم ياخذوا غير كريم من الفرماسيان ومخرجوا لهم الطبيب كاع وكيدير لهم حساسيه وكيخرج لهم الحبوب، يعني شي حاجه اللي هي عاديه، مع هذاك شي حاجه اللي هي طبيعيه، ممكن تليق لك ممكن ما تليقش لك. الا ما دارتش معاك الحساسيه نهائيا، انا بحال دابا انا هنا غنت هنا قدامكم باش ما تقولوش انا كنقول لكم شي حاجه انا ما كنطبقهاش على جسمي ولا على شي حاجه، ها هي والله راه مازال سخونه شويه، راه ماشي بارده، نتوما استعملوها بارده، انا باش نسرع معاكم الفيديو. وهاد الماسك بحال هكا تبقى ليا شويه ما بين وبين مغليضه مرقيقه، وتخليوها تقريبا واحد مده 15 دقيقه حتى 20 دقيقه حتى كتنشف معاكم الماسك مزيان، وتغسلوه بالماء البارد. تبر هاد الماسك تستعملوه جوج مرات حتى ثلاثه مرات في الاسبوع فقط لا غير، تخليوه ينشف وتغسلوه. صافي هذه طريقه الاستعمال جدا سهله وبسيطه. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله بخير وعلى خير، بوسه كبيره لكم، باي باي.